بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة 39 بعد 100. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في لقاء طيب مبارك في برنامج نور على الدرب. ضيف هذا اللقاء هو فضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. أهلا ومرحبا بالشيخ بهذا اللقاء. حياكم الله وبارك فيكم. هذه السائلة أم عبد المحسن من المدينة النبوية، تقول إلى فضيلة الشيخ صالح الفوزان حفظه الله: حدثونا عن أهمية الوقت في حياة المسلم، وأيضا توجيه أولئك الذين يهدرون الساعات والدقائق في تضييع الأوقات بغير فائدة مأجورين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا سؤال تذكيري يتضمن التذكير بأهمية الوقت. لا شك أن الوقت هو رأس مال المسلم، لأن المسلم مسؤول عن وقته وعن حياته وعمره فيما أفناه كما في الحديث. فيجب على المسلم يحافظ على وقته فيما ينفعه، وأن لا يضيعه باللهو واللعب والغفلة. حافظ على الفرائض في مواقيتها، ويحافظ على أداء الواجبات، تجنب المحرمات، ويكثر من الطاعات، لأجل أن يستغل وقته فيما ينفعه عاجلا وآجلا. نعم. جزاكم الله خيرا. من أسئلتها تبدأ هذا السؤال تقول: يقولون بأن سورة قراءة سورة الملك ليليا قبل النوم يعتبر من البدع، هل هذا صحيح؟ لا أعلم تخصيص قراءة سورة الملك قبل النوم، ولكن جاء في فضل قراءتها أنها تنجي من عذاب القبر، وهي سورة مباركة. وأما التحديد بأن يقرأها عند النوم فلا أعلم له دليلا. نعم. تقول فضيلة الشيخ: الخشوع في الصلاة ما السبيل إليه، وهل ينقص أجر الصلاة إذا لم يكن فيها خشوع؟ لا شك أن ليس للمسلم من صلاته إلا ما عقل منها وحضر قلبه فيها، فيجب على المسلم أن يقبل على صلاته وأن يتذكر عظمة الله جل وعلا الذي هو واقف بين يديه، وأن يخشع لله كما قال تعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، وقال سبحانه: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. إلا الخاشعون تسهل عليهم الصلاة ويتلذذون فيها، أما غير الخاشعين فإنها تثقل عليهم. نعم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. أبو ريان يقول في هذا السؤال: أنا يوم من الأيام قلت لأولادي عندما زعلت أو اشتد علي الغضب: والله لا أعذبنكم عذاب الله الأكبر، من غير قصد مني، وذلك من شدة الغضب، وما أدري كيف جاءت على هذه الكلمات على لساني، فماذا علي الآن وقد تبت إلى الله؟ الحمد لله، ما دام تبت إلى الله وندمت، وأنت أيضا قلت هذا في حالة غضب، فنرجو أن لا يؤاخذك الله، ويجب عليك أن تحفظ لسانك عن مثل هذه الألفاظ، وكذلك أن تعفو عن أولادك تسمح لهم. نعم. له سؤال آخر يقول: قبل سنوات وعند طواف الوداع شكيت بأنه خرج مني ريح، فما الحكم في ذلك، وحيث أرغب في التكفير لإبراء الذمة؟ ما دام أنك متوضئ ومتطهر بيقين فإن الشك لا يؤثر، اليقين لا يزول بالشك، فالأصل بقاء الطهارة وطوافك صحيح إن شاء الله ما لم تتيقن أنه انتقض وضوءك. نعم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. هذا السائل لم يذكر الاسم في رسالته، يقول: أرجو طرح سؤالي على الشيخ صالح وفقه الله،
والسؤال يقول عن حكم الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم أثناء خطبة الجمعة حيث يمر الخطيب بذكره، هل يستثنى من عموم النهي هذا؟ وكذلك السؤال الرحمة والتعوذ. نعم، الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم مشروعة مطلقة، أي إذا مر اسمه في الخطبة عليه الصلاة والسلام فإنك تصلي وتسلم عليه سرا ولا ترفع صوتك بذلك. وأما الدعاء وقت الخطبة فلا يجوز، لأنه من الكلام الذي يحرم وقت الخطبة. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذه رسالة وصلت من مستمع للبرنامج يقول في سؤاله: فضيلة الشيخ، بالنسبة للمداومة على ركعات الليل، إذا تركها الإنسان فترة وعاد إليها فترة، هل عليه شيء في ذلك؟ نعم، إذا تركها يفوته الأجر والثواب، فينبغي له المداومة على العمل الصالح. وفي الحديث: أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل، فيداوم على ذلك ويحرص. لكن لو عرض له عارض يمنعه من مداومة القيام في الليل كمرض أو سفر، فإنه يعذر بذلك ويكتب له ما كان يكتب له صحيحا مقيما كما جاء في الحديث. أما إذا كان هذا بسبب الكسل، فالذي ينبغي للمسلم أن يداوم على العمل الصالح ولو قل، وأن يحذر من الكسل والانشغال. نعم. جزاكم الله خيرا. هذه السائلة للبرنامج أرسلت لمجموعة من الأسئلة، تقول في سؤالها الأول: يا شيخ، هل يجوز تخصيص صيام يوم الاثنين والخميس من كل عام في شهر رجب وشعبان فقط أم بقية السنة؟ لا يجوز هذا، وإنما يصوم الاثنين والخميس، يستحب له أن يصوم الاثنين والخميس من كل أسبوع، ولا يخصص شهر رجب أو شهر شعبان أو شهرا معينا بصوم الاثنين والخميس، بل يصوم سائر السنة الاثنين والخميس في كل أسبوع، هذا مستحب. نعم. تقول: يا شيخ، هل يوجد لصلاة الجمعة سنة قبلية؟ ومتى تصلى تحية المسجد؟ وإذا جاء المسلم مبكرا إلى الجامعة بالنسبة للرجل أو المرأة ولم تكن هناك سنة، ماذا يصلي بعد الأذان؟ صلاة الجمعة ليس لها راتبة قبلها، فيصلي المسلم ما تيسر له من الصلوات، وإذا جاء مبكرا يصلي تحية المسجد ركعتين، فإن شاء يجلس لتلاوة القرآن والذكر، وإن شاء واصل الصلاة، ولو استمر حتى يأتي الإمام وهو يصلي نوافل كان ذلك أفضل، وإلا فيصلي ما تيسر له ثم يجلس ينتظر حضور الإمام. نعم. جزاكم الله خيرا من وادي الدوافر. وأما بعد الجمعة فراتبتها أقلها ركعتان وأكثرها أربع ركعات بسلامين، فراتبة الجمعة بعدها أقلها ركعتان وأكملها أربع ركعات بسلامين. أبو علي من جازان يقول: هل لنا يا شيخ أن نجمع صلاة العصر مع صلاة الجمعة في الحرم المكي الشريف؟ وإذا كان لا يجوز، ما العلة في ذلك؟ مأجورين. لا يجوز جمع صلاة العصر مع صلاة الجمعة لا في المسجد الحرام ولا في غيره، لأن العصر ليست من جنس الجمعة، وإنما الذي يجمع معه العصر هو صلاة الظهر، ولم يرد أن العصر يجمع مع الجمعة، والتعليل أنها ليست من جنسها. نعم. جزاكم الله خيرا. سؤاله الثاني يقول: الذي حلق رأسه في بلده قبل أن يعتمر ثم اعتمر، هل يجب عليه الحلق في العمرة؟ نعم، يجري الموس على رأسه، يجري الموس على رأسه، وما وجد من الشعر يزيله. نعم. جزاكم الله خيرا. للأخ الكريم رمز لاسمه بأبو عابد يقول: أرجو من فضيلة الشيخ حفظه الله توجيه كلمة لأولياء الأمور في تيسير الزواج، وجعل ذلك ميسرا وسهلا عند كثير من الشباب، حيث لي إخوة عددهم ثلاثة بلغوا 30 ولم يتزوجوا نظرا لقلة ذات اليد ونظرا لعدم وجود المال. نعم، ينبغي تيسير الزواج، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم حث على ذلك وقال: أعظم النساء بركة أيسرهن معونة.
الله جل وعلا حث على الزواج، قال وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم ليكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله، وليستعفذ الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. فالمبادرة بالزواج أمر مطلوب لمن يقدر عليه، أما من لا يقدر عليه فإنه ينتظر حتى ييسر الله. قوله صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، من لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجع. والله جل وعلا قال وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. لكن ينبغي تيسير الزواج وعدم التشدد في المهور، المغالاة في المهور، لأن هذا يعرقل الزواج ويسبب شرورا كثيرة. وقد قال صلى الله عليه وسلم إذا أتاكم من ترضون دينه وأمانته فزوجوه، فإن لم تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. فضيلة الشيخ، هذا السائل للبرنامج يقول أقوم بالإشراف على فلة تعود لزوج أختي المتوفى لوجه الله تبارك وتعالى، وذلك تبرعا مني وليس توكيلا رسميا، وهي عبارة عن شقق سكنية، وكما تعلمون منهم من يسدد في حينه ومنهم من لا يسدد إلا أقساط، ومنهم من يماطل ثم يهرب ولا أعرف عنه شيء. السؤال يا شيخ، هل أتحمل في ذمتي مال الأيتام تجاه من يهرب أو يماطل أو يقوم بعدم السداد؟ ما توجيه نصيحة للمستأجرين بدفع ما عليهم مأجورين؟ لا شك أن ولي الأيتام مأمور بالمحافظة على أموالهم حتى يكبروا ويسلمها إليهم، ولا يؤجر إلا من يثق به وأنه سيسدد الأجرة ويأخذ عليه توثيقات اللازمة والاحتياطات. فإذا حصل بعد ذلك شيء من الخلل والوكيل لم يفرط وعمل الاحتياطات فإنه لا يؤاخذ. وأما إذا ذهب شيء من أموال الأيتام أجرة أو غيرها بتساهل منه وإهمال فإنه يغرم ذلك. نعم. جزاكم الله خيرا. هذا السائل يقول يا شيخ، ذهبنا مرة للعمرة فنزلنا واستأجرنا إحدى الشقق، وعند المغادرة أخذنا بعضا من الصابون، بل واحدا من الصابون الذي يوجد في الفندق، هل يجوز استعمال الصابون وماذا يجب علينا إذا لم يكن هذا جائز؟ إذا كان هذا الصابون له قيمة إنه لا يجوز لكم أخذه، وإذا أخذتموه ردوه في مكانه. أما إذا كان هذا الصابون شيئا يسيرا وليس له قيمة فلا حرج في استعماله وأخذه. نعم. جزاكم الله خيرا. هذه الأخت السائلة تسأل بالنسبة للنساء في وقتنا الحاضر بلبس الكم القصير بينهن، وما الحكم إذا ما كان ما فوق المرفق بقليل، وما الحد الجائز للبس لهن مأجورين؟ المرأة مع النساء كالمرأة مع محارمها من الرجال، فما تستره عن محارمها من الرجال تستره عن النساء، لأن الله ذكر المحارم وذكر النساء في آية واحدة، لأن المرأة لا تبدي زينتها إلا لبعولتهن إلى آخر الآية، إلى أن قال أو نسائهن. فما تبديه المرأة لمحارمها من الرجال تبديه للنساء، وما لا يجوز إبداؤه لمحارمها لا يجوز إبداؤه للنساء. ومن ذلك أنها تستر ساقيها وذراعيها ولا يظهر منها إلا الأطراف، إلا الكف والقدمين والوجه والرأس، لا بأس بذلك. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا سؤال عن الرضاع، تقول فيه السائلة فضيلة الشيخ أفتونا أطال الله في عمركم على طاعة الله في هذا الموضوع، أم أرضعت أحد أبنائها مع أحد أحفادها أكثر من 5 رضعات، حيث إنهم يسكنون في بيت واحد، وقبل أيام تم عقد القران هذا الحفيد على إحدى بنات عمه ولم يدخل بها إلى الآن، هل يصح هذا العقد؟ وهل يعتبر الحفيد عم لابنة عمه من الرضاع؟ إذا كان عقد على المرتضعة، على بنت الحفيد المرتضعة، فإن هذا لا يجوز،
لأنه يكون عما لها، لأنه يكون عما لها أو يكون خالا لها، فلا يجوز له أن يعقد عليها لأنها رضعت من أخته، أليس كذلك؟ نعم، رضعت من أخته فيكون خالا لها، يكون خالا لها. نعم، جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. هذا سائل للبرنامج أرسل بمجموعة من الأسئلة يبدأها بهذا السؤال ألف ميم ميم، يقول: أخي كثير الحلف بالطلاق بلفظ علي الطلاق بالثلاثة، يكررها في اليوم أكثر من 20 مرة، ويقول: ليس بقصدي أن أفارق امرأتي، هل يقع مثل هذا الطلاق؟ هذا يجب عليه أن يبادر بسؤال الإفتاء، يأتي إلى الإفتاء شخصيا أو يكتب رسالة للإفتاء يضع فيها عنوانه وينظرون فيه إن شاء الله، أو يراجع المحكمة القريبة منهم. نعم، وبالعموم فضيلة الشيخ يعني الذين يكثرون من أما التلفظ بالطلاق والحلف به فهذا أمر لا يجوز، لأن الطلاق لفظ خطير وله عواقب وخيمة، فلا يجوز التلفظ بالطلاق بكثرة وأن يجعل محل الأيمان. نعم، فضيلة الشيخ هذا يسأل يقول: هل القضاء والقدر بمعنى واحد؟ لا فارق بينهما، القضاء والقدر بمعنى واحد. نعم، يقول في الآية الكريمة: وأشفقنا منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. الأمانة، إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبينا أن يحملنها وأشفقنا يعني خفنا، الذي منع هذه الأشياء من قبول الأمانة هو الخوف من مسؤوليتها، فالأمانة ثقيلة والأمانة مسؤولية. قال الله جل وعلا: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، قال تعالى: والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، وقال سبحانه وتعالى: إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض. هذه الآية كل هذا يدل على عظم الأمانة، وأن الإنسان لا يقدم على تحملها إلا إذا كان يثق من نفسه أنه سيحفظها ويقوم بأدائها إذا طلبت منه. نعم، أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا سائل للبرنامج يسأل عن استخدام الطيب أثناء الصيام، وهل لابد أن يكون في رمضان أو صيام الاثنين والخميس، هل يبطل الصيام؟ لا بأس للصائم أن يتطيب بأنواع الطيب إلا البخور، فإنه لا يشمه بأنفه، البخور والدخان لا يشمه بأنفه، أما بقية الأطياب في الثياب أو في البدن فلا بأس بذلك. نعم، أبو حسن يقول: يوجد لدي محل تجاري وهناك أنواع كثيرة من البضائع جيدة ولكن غير مرغوبة عند الزبائن، هل يجوز تقدير البضاعة هذه كاملة وإعطاء هذه البضاعة للفقراء كزكاة مال؟ الأصل أن الزكاة تدفع من النقود، زكاة العروض تدفع من النقود، هذا هو الأصل، وذلك بأن تقوم العروض إذا تمت السنة على رأس المال، تقوم العروض بما تساوي في وقتها، ثم تجمل القيمة ويخرج منها ربع العشر ويعطيها للفقراء والمستحقين نقودا ليتصرفوا فيها حسب مصالحهم، إلا إذا كان يعلم أن دفع العروض في الزكاة من مصلحة المدفوع إليه كونه لا يحسن التصرف فلا مانع من ذلك في هذه الحالة. نعم، يقول: هل ورد حديث وهل هو دعاء اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان؟ ورد حديثا لكنه حديث فيه نظر وفيه مقال، في سنده نظر وفيه مقال. نعم، أخيرا أم مرسن تقول بأنها تصدقت بالعقيقة بعقيقة المولود نقدا أي مالا لإحدى الجمعيات بدل العقيقة، فضيلة الشيخ، الشاة أو التيس أو الخروف. هذا لا يجزي، لا بد من ذبح العقيقة من الغنم، لا بد من ذبحها، عن الجارية شاة واحدة وعن الغلام شاتان، هذا الذي وردت به السنة ولا يجزي دفع النقود. نعم،
شكر الله لكم وبارك فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. يتجدد اللقاء مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان في برنامج نور على الدرب إن شاء الله في الحلقات القادمة بإذن الله تعالى. حتى ذلك الحين استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.